إعادة البناء، طالبنا بأن تنطلق من التبطيق ثم الفروع ثم المؤتمرات الإقليمية، وقلنا بأنه خصنا جلسات المكاشفة. لا يمكن أن أكون مسؤولا عن إقليم تمتد فيه مئات الجماعات وأن ينحصر التنظيم عندي في 3 جماعات أو 4 وتنقول إلا ما قلتش ما العمل اليوم، لا يمكن لي شيء نطرح على نفسي التساؤل الوقت اللي. ولذلك كما قلنا غادي القيادة غادي تضطر دير جولة، وهنا أكرر أن راه تتوقع بعض التجاوزات، تؤسس الفروع وما تتحتارمش القرارات اللي خدينا. اياه بغينا نديرو شي فار على لجنة مؤقتة نجمعو التنظيم، اياه، ولكن ما غنديروش شي الحزب امام واقعة لا تستقيم. الحزب ما يمكن يأسس الفرع الا بناء على العضوية اللي خصي توصل بها المركز كما هو الجهاز الاقليمي. لابد ان ننويه، انا تنتابع، لابد ان ننويه بعض الاقاليم وبعض اللي بمتابعة ربحنا معها انتخابات ديال رئاسة الجماعات في هاد الشهور الأخيرة، والإخوان ربحوا معارك وكاينة متابعة معاهم ديال كسب مواقع جديدة في جماعات ما كانتش عندنا فيها المسؤولية. فيما توصلتم به في المراسلة من أمرين مهمين خصنا نولوا لهم الاهتمام. الأمر الأول هو إحياء ذكرى 60 لتأسيس الاتحاد. لا ما ندخلش في التفاصيل ديال هذا الإحياء الذكرى، ولكن غادي نقترح الإخوان انتم عارفين الأهداف اللي بغيناها من هذه الذكرى. حنا هذه الذكرى هذه بغينا نوصلوا بها الماضي بالحاضر باش نتوجهوا للمستقبل. هذه الذكرى بغينا فيها نوع من الوفاء الرموز ديالنا والقادة ديالنا، وانتم شفتوا حنا على مستوى القيادة المجهودات اللي مشكورين بعض الإخوة في بعض الأقاليم، كذلك كاينة مواكبة الشيء على مستوى المحلي. حنا مسرورين جدا بما يبذل في بعض الأقاليم في هذا الإطار. حنا في هاد الذكرى الأخوات والإخوة رفعنا شعار من أجل أفق اتحادي مؤسس على المصالحة والانفتاح. مصالحة إياه باش ما نخليوش أي تشويش علينا 21، حق الاختلاف حق مضمون، واللي مشى ولا اختار حزب سياسي آخر شغله، لكن اتحاديين اللي جلسوا غير غضبانين علينا ولا غير مختلفين معنا في شي حاجة وما داروا شيء، ما اختاروش سياسيا شي حاجة أخرى. أدعوكم مرة أخرى، والهدف من هاد ذكرى 60 هي أنكم أنتم اللي تمشوا تدقوا عليهم. حنا اللي خصنا نمشوا ندقوا على هاد الإخوان، وحنا اللي خصنا نقولوا الماضي طويناه، ما نطلبوا لا نقداتي ولا غنبحثوا على شيء، لا، نحن نتوجه للمستقبل، ومن أجل هذا المستقبل احنا مستعدين باش ننساو كل المشاكل اللي كانت بيننا.